أهلا وسهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من تلفزيون وطننا. أكدت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في دورة المجلس الوطني الفلسطيني سواء كانت عادية أو طارئة استثنائية. وعقدت اللجنة دورة طارئة بكامل عضويتها لمناقشة المستجدات السياسية ودعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية. اعتصم موظفو وزارة التخطيط أمام مقر مجلس رئاسة الوزراء في رام الله رفضا لقرار حل الوزارة وفق ما تم نشره في الإعلام، ورفض المعتصمون ما سموه التهميش لهم وطالبوا بتعيين وزيرا لوزارتهم. للأسف الشديد معطيات كبيرة جدا تدل وتوحي بدمج وإلغاء وزارة التخطيط. هناك دراسات تقدم إلى مجلس الوزراء، هناك نقل حوالي 15 موظف من وزارة التخطيط باعتماداتهم المالية إلى وزارات أخرى. قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا أنها ستنفذ مشروعا تجريبيا للمساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل ضمن مبادرة التعافي المبكر في غزة، صمم لتعويض تكاليف الإسكان المؤقت من خلال فرص عمل قصيرة الأمد. أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز شقيرات بأن 70 أسيرا إداريا انضموا إلى مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري وعدم المثول أمامها كجزء من استمرار الاحتجاجات المنددة بسياسة الاعتقال الإداري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.